عبقرية ملهاش حدود. دي كنز فرخة بتبيض ذهب، بس عايزة اللي يصونها. هتروح مني فين؟ والله أنا خايف، الفرق التانية مفتحة لنا قوي، كلهم بيحوموا حوالين سهير، خصوصا إن عقدها معانا هيخلص آخر الموسم. ولا يهمك، عقدها الجديد جاهز، أنا محضر لها عقد لمدة 5 سنين. ونزرجنت أمضى لك عقد من نوع تاني، عقد للأبد. أفندم استان، اديني إزازة الحبوب المنومة من الأجزخانة. حاضر استان. حاضر استان. ممكن تسمح لنا بيه ميعاد؟ يبقى اتفضل في البيت يا اخي. الليله في حفله كبيره بمناسبه نجاح الروايه الجديده. في مفاجاه هايله الليله، ما تنساش الليله. ها؟ عن اذنكم، اصلي عايز سهير في كلمتين على انفراد. وانا كمان عايزها في كلمتين على انفراد. وانا كمان عايزه اغير هدومي على انفراد، تسمحوا لي؟ اتفضل، مع السلامه. صغيرة قوي، حاجة مش قد المقام. ليه كده يا منير؟ كنوز الدنيا ما تغلاش عليكي، ثروتي، قلبي، حياتي كلها تحت أمرك. يعني منتظر تعلن الخطوبة الليلة؟ ما كانش الليلة يبقى بكرة، ما كانش بكرة يبقى بعده.
لكن تأكد ان عاصم لازم يوصل لهدفه. يا اخي احنا اصدقاء من غير حاجه. وسعدني انك تشعريني بالصداقه دي وتقضي معايا الويك اند في العش الجميل. عش الغرام. لا لا لا، عش الاخوه، يوم واحد ينسيكي همومك وتريحي اعصابك وتحققي لي حلم حياتي. حلم حياتي. عن اذنك اما اشوف عاصم عايز ايه. عاصم مسلم. عاصم بطل امورك. انا جاهز. صغير طبعا في 5 دقايق من وقتك. ممكن بس كده؟ تعال. سهير ما تتصوريش انا سعيد بيك يا دين. انت اتخلقتي عشان تكوني نجمه كبيره. كفايه بقى لحسن بعدين اصدق واطلع فيها. لا بس مش علينا طبعا. لا طبعا، انت عارف معزتك عندي قد ايه. انت بالنسبة لي اخ كبير. طب واللي طمعان يكون اكبر من اخ ايه؟ اب؟ انا مش بنكت يا سوير، انا بتكلم جد كده. طب قول كمان. قولي بس يا سوير، ما انت عارفة كل حاجة. انا بحبك يا سوير، بحبك. يا راجل قول كلام غير ده. انا بعبدك عبادة. انت دمك خفيف قوي الليلة دي قوي. قول لي يا استاذ. ايوه. خدت لي صورة وأنا بتكلم مع سهير؟ أمال؟ 6 عفاريت وصورة. إيه يعني إيه؟ يعني نص ده 6 عفاريت وصورة. والله والله. وهتنشرهم؟ أمال؟ على الغلاف. برافو عليك. الاشتراك عندكم كام؟ 1 باوند. أوني 1 أوني 1 أوني 1. شعوري ناحيتك يا سهير أكتر من إني أسميه حب. أنا حاسس إنك جزء من كيان. كل ده كويس، لكن مش معناه إيه. ألو؟ اسمع، صورة والله. ابتسم، اضحك كده، اضحك، ابتسم، ايدك على كتفك، ايوه، 1 2 اوكي، ثانك يو. الفنانة الكبيرة اللي زيك لازم تتجوز فنان من مستواها. صح تكوني شايفة فيا عيوب خصوصية، أنا مش قادر أشوفها في نفسي، إنما سهير، أنت مش معايا ولا إيه؟ ها؟ لا معاك، بس أقول لك الحقيقة ولا تزعلش مني؟ طبعا. أنا بحب واحد تاني. مين ده؟ المسرح. برافو عليك يا سهير، مين فينا ما بيحبش المسرح؟ ده المسرح في دمنا كلنا، وعشان كده لازم نديله كل حياتنا. اتفضلي. إيه ده؟ ده عقد جديد لمدة 5 سنين بس. الله، لكن العقد القديم لسه مدته ما انتهتش. لا يا سهير، العقد القديم ظلمك وما اداكيش حقك، عشان كده لازم نجدده بأجر مضاعف كمان. اتفضلي. ميرسي. بس انت شايف ان ده وقته؟ وبعدين احنا كل يوم بنتقابل. تعال يا شيخ، تعال اشوف الضيوف. الله، ده رأي يا جماعة، انتوا قاتلين ليه؟ ما تشربوا. ايه ده؟ ها؟ ادي يا فندم. عن اذنك. اتفضلي يا فندم. ايه خلاص؟ لسه شوية. أصل المسألة أكبر من إنها تنتهي في يوم وليلة. خسارة، زعلتني. لا هيحصل وشرفك. ها؟ انت زعلان ليه؟ هو انت اللي هتتجوزها؟ لا يا مغفل، انما ده خبر يتوقف عليه مستقبلنا كله. ده سبق سحب. اتفضل يا جماعه، اتفضل. سهير. ايوه يا ابني. حاطط ايدي على قلبي. ليه؟ خايف لا يكون في واحد تاني في حياتي. ليه؟ هو في اولاد؟ مش معقول ده، ولا في الاحلام. انت خش مخك الكلام ده، ما ترد عليا، ما ترد. لا يا سمسم، ده انت يظهر عندك وش اكتر مني بقى. سهير، هتبص لواحد مش فالح زي حالاتي؟ حاول يغني ما تسمعش، يلحن ما تفهمش، حتى ممثل صغير ما عجبش. وبعدين حضرتك تقول لي اه؟ سهير يا ابني اللي في علالي العلالي، هتبص لابراهيم اللي في بدرون البدرون؟ اعمل ايه يا سمسم؟ دبرني. اسمع، انا جات لي فكره. هكتب لها جواب اقول لها فيه انا بحبك. ايه التخريف ده؟ طب افرض زعلت ولا راحت قالت لصاحب الفرقه، مش هيرفدني ساعتها؟ تعرف ايه اللي هيجرى؟ مش هشوف سهير تاني ابدا. لا يا عم، خلي حبي محبوس في قلبي كده اخرس، لا ينطق ولا يقول بما. تصبح على خير.
روبير، نور عيني روبير، روح روحي روبير، انا نحبه كتير كتير اكتر من كل الفلوس اللي في الدنيا. بقى عايز يتجوز اوام اوام. اوه مستعجل كتير كتير. وايه بقى اللي مأخر الجواز؟ يا حرام مفيش فلوس كفاية، روبير بيشتغل كتير كتير مرتين في اليوم علشان يعمل فلوس علشان نعمل جواز. اه يا ربي لسه بدري بدري. ايه ده مادموزيل؟ علشان يحصل جواز اوام اوام. اوه مادموزيل انتي كويسة كتير مادموزيل، ربنا يسعدك كتير. مع السلامة. ابقي سلمي لي على روبير كتير كتير. شايفة يا ليلى السعادة الحقيقية؟ أهم دول ناس حياتهم بسيطة ما فيهاش لا مد ولا شهرة ولا فلوس، لكن مليانة بالسعادة والأمل والحب. يا حبيبتي أنت إيه اللي ناقصك؟ حاجة واحدة هي اللي ناقصاني، حاجة تملى علي حياتي وتحسسني إني عايشة. عمري ما حسيت بسعادة ولا بألم إلا وأنا على المسرح أمثل دور جولييت أو ليلى، أحس بطعم الحب. أمثل دور الزوجة أو الأم، أشعر بقيمة الحياة وبهجتها. لكن بمجرد ما تنزل الستارة وارجع لحياتي الحقيقية ألقاها فارغة فاضية من السعادة والحب، حياة ملهاش طعم ولا معنى. ما تقوليش كده يا زهير، حياتك ليها معنى كبير قوي وهيبقى لها معنى أكبر يوم ما تحبي، يوم ما تلاقي الإنسان اللي يحبك من قلبه حب حقيقي. أنا عندي شعور غريب إن الحب ده قريب مني، وفي نفس الوقت حاسة إنه بعيد، لأني دايما بشوفه واقف بعيد وبيبص لي وفي عينيه حب كبير. وإنت يا سهير شعورك إيه من ناحيته؟ أنا لما بشوفه بحس براحة كبيرة، ببقى عايزة أكلمه، لكن ما ادانيش فرصة علشان أكلمه ولا ادى نفسه فرصة علشان يكلمه، ما حاولش ابدا يزاحم علشان يوصل. ايوه يا سهير عشان راجل عاقل وعارف مركزه كويس وفاهم انت فين وهو فين. ايه يا ابني ما تقولي رايك في البدله الجديده ايه، حلوه ولا ملعبكه ولا ايه؟ سمسم انت مش عارفني؟ انا ابراهيم، ابراهيم بس على نضيف. سلام عليكم. يا صباح الفل يا صباح الفل يا ست سنية. يصبحك بالخير والسعادة يا سيبوني. قولي لي يا ستي ايه اخر اخبار القميص الجديد؟ جاهز يا روح قلبي. بسم الله الله اكبر. في ايه يا ست سنية؟ ايه الحكاية بقى قولي؟ ها انت سرقت ولا قتلت؟ يا حفيظ يا رب ليه؟ وما صعبت على البدلة دي منين؟ ار فيك من نكتم السر؟ في بير اشتريتها بأجرة الأوضة، بقالي أربعة أشهر ما دفعتش. النبي يسعدك، بقى الراجل صاحب البيت يخش الحبس من هنا، وأنت تتفنطس بالأجرة من هنا؟ والله غصب عني يا ست سنية، البدلة القديمة اشتاكت وقالت من الهوا دبنة، وأنت عارفة شغلتها دي أصلا تحب المظاهر. أمال، وكمان الحب يحب القيافة. حب؟ هو فين الحب ده يا ست سنية؟ الحب اللي يشغل ويسهر، ما تتكسفش روح خالتك. لكن قولي لما يطلع المعلم سلطان من السجن ويمسك لك الخنصر في ايده اليمين والساطور في ايده الشمال هتعمل ايه؟ لسه شهرين على ما يخرج يكون حلها الف حلاق. ربنا يجعلها مبروك عليك. طب ليميني بقى على القميص علشان الطقم يكمل. طب ما هو كامل وعلى سنجة عشرة اهو. لا اصلك ما انتش واخده بالك. بس يا ستي اشطر يا رب، قميص ده ولا مايوه؟ لا بدله راس، ده قميص الشغل ما انت عارفاه. يلا بقى ليميني على القميص عشان كده تتستر وتبقى عالي. سمحتك في الراديو يا سبولبول وصوتك كان بيدعنع في روايه امبارح، قلت يا حلاوتك يا امورتنا يا عظمتك يا ابن حتتنا. يا اخوات يعني القميص راح فين؟ هتجنن انا ولا عجبتني قوي 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 كمان ساعه ما تقلت عليها وقالت لك قول حاضر يا ست هاني؟ يعني ايه؟ اتخطف في اي تلفه؟ والنبي يا سبولبول ملاك عليا يمين، ساعه الناس ما كانت بتسقف قعدت اسقف معاهم لحد ايديا ما تهرت من التسقيف. على ايه بس يا ست ثانية؟ دي الحكاية كلها كلمتين تلاتة. وماله يا اخويا؟ مصير الصغير يكبر والقليل يكتر والمية تجري في العالي، بس صبرك بالله استنى بختك. المنيل القميص كان معايا امبارح بالليل راح فين؟ ومع ذلك البخت عند الله يا سيبولبول. خد لك موعظة مني انا، في خياطة في مصر تقص على الصيتي؟ لا مش معقول.
فيه مقص ضهر يضرب مقص ثانيه شكورين. لا ما افتكرش. ومع ذلك زي ما انت شايف اهو لسه البخت ما جاش. هو القميص فيه عفريت ولا ايه يا اخوات؟ عفريت خطفه يعني وخباه؟ مادام قشطر تبعت الفستان افصله وتدفع لي اجرته 50 قرش وهي تقبض ورقه بخمسه جنيه، عمركش شفت زهور مقد كده ولا زي كده؟ لا والله ده حرام. ربك كبير قصدك في 100 جنيه بس. افتح مشغل واشتغل وابقى كسيبه واكل اللي حواليا بقلاوه يا بلبل. ربنا يسمع منك يا ست شكوريل. ابقى دوري لي على القميص على مهلك احسن هنتاخر على الشغل. عندك القميص بتاعك اهو يا اخويا. تدوب عدد خيطانه في عرق العافيه. وده من مقامك ده يا استاذ؟ لا 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 انا عايز اشوفك بالقميص ده. عايز اطمن على تعبي. وريد. ايوه ربنا يخليك يا سيدي. مش منك. ايه ده؟ قميص ده ولا شوار؟ معلش يا اخويا انا غلطانه ده مش قميصك. كده برضه شوفولك. لا 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 على عيني وعيني. ربنا يخليك قميصك اهو. اديني اوعى يكون زي الثانيه. لا فشل مكسم وتفصيلته عجب. الله ينور عليكي تسلم ايديكي يا رب. اعمل لك بقى فنجان قهوه. لو النبي يا ست ثانية أحسن. يو ده أنا هشوف لك البخت كما أنزل. البخت؟ لو النبي اعملي معروف بلاش. لا بلاش ليه يا أخويا؟ أصل أنا عندي أحلام حلوة وأمل كبيرة خليني أعيش فيها كده أحسن. فوتك بعافية. الله اسمع يا تبلبل. لا مش برضه يا أخويا حسابنا أول الشهر؟ آه إن شاء الله بس ادعي لي. مع السلامة. إلهي يفتحها في وشك ويجعلك في كل رواية دور. معلش يا زغلول بيه.
بس استعجل شويه الوقت هيضيع. فعلا زمان وكيل النيابه في انتظاري. ده لا يعرف لا يحل ولا يبل ولا يدل الا لما اكون موجود. اللي عطاك يعطينا يا زلول بيه. ايه ده مش مصدق؟ اتفضل يا سيدي اتفضل. وقد انتقل الى مكان الحادث الاستاذ احمد فوزي وكيل نيابه السيده. ده مش مهم. والاستاذ زغلول هدايه كاتب النيابه. بقالك سنه وانت كل يوم تسمعنا السطرين دول لغايه ما خلاص حفظتهم غيبا. يا دنت ايه بتتمرد عليا؟ مش عارف كده الاحفاده بقيتك انت خشيمه. معلش يا زغلول بيه روق دمك. قلبك ابيض ناس هلس ما تختشيش. فعلا بس انت وقتك هيضيع ومصالح الشعب هتتعطل. الشعب الكون كله هيتوقف. معلش ايه ده؟ جبت دي منين؟ فلتشيت؟ لا اشتريت. ها؟ شكرا. طول عمرك فقري. يلا بينا. يعني بس اخدها وشي من الثلاثة اللي انت خدتهم. ما هتتسوق. بلاش عطر المايه يا فندم. ثم انت راجل فنان. مش لازم تحلقها خالص. يلا بينا. امرك يا مزلول بيه. معلش يا فندم. على السلامة يا ابراهيم بيه. ايه ده؟ مش عيب الشياكة دي تركب الزحلفة دي. طب ايه؟ ده ملخص سريع للرواية الجديدة. المفروض بقى ان كل واحد منكم يقرا الرواية كويس ويدرس دوره بتفهم وعمق. ها؟ مفيش تاريخ. فاهمين؟ دلوقتي هوزع الادوار على ما تيجي ست سوير. استاذ انور السيد. ايوه يا فندم. هتلعب انت الدور الثاني في الروايه، دور فهمي. الف شكر يا استاذ. استاذ مصطفى خيري. افندم. هتلعب انت دور الاب. شكرا. اهلا. صباح الخير. صباح الخير. ايه اتاخرت عليكم؟ لا ابدا يا خبر. اتفضل. كنا ابتدينا نوزع الادوار. السيده ماتيلدا عبد المسيح دور الام. أنسة أسماء إبراهيم دور السكرتيرة. أنت. لا مش أنتم. أنت. أنت يا أخويا اللي متشيك على الآخر. تعال. أيوه أنت تعال. اسمك إيه؟ اسمي إبراهيم يا أستاذ. طيب يا إبراهيم. أنا هدي لك دور مهم المرة دي. أنا يا أستاذ؟ هو دور صغير لكن يعتبر محور الرواية. يعني لازم كلامك يحس بيه المتفرج كويس قوي ويفضل يرن في ودانه على طول. ها؟ حبذل كل جهدي يا أستاذ. أنا أعتبر الدور ده تجربة ليك. إذا نجحت فيها هدي لك دور أكبر الرواية الجاية. إن شاء الله هكون عند حسن ظنك يا أستاذ. تعال هنا. أفندم يا أستاذ. أنت بتحب الست سوير. ده دورك في الرواية الجديدة. مالك اتلبخت كده ليه؟ ده دور بسيط خالص. هتدخل تقول البطلة بحبك كلمة بقالي سنين عايز اقولها لك ما كانش عندي الشجاعة اقولها. كنت خايف لا تصديني وتحطمي حبي الكبير، الحب اللي عشت عليه عمري واللي عايش معايا في كل لحظة من لحظات حياتي. بحبك وعيش العمر احبك واموت وانا بحبك. بسيط خالص. ايوه انت. يلا بقى شد حيلك وروح احفظ البيت. حلاوتك. احبك. لا مؤاخذه. انا متاسف. اصل قصدي ايه؟ تصور الاستاذ عاصم بيقول لي انا احفظ الدور. قال انا احفظ الكلام اللي طول عمري بتمنى اقوله. لا مؤاخذه. السلام عليكم. السلام عليكم. هنا على المسرح ده كل يوم هقف قدام سهير وهقولها الكلام اللي عايش في قلبي واللي كان نفسي اقوله لها من زمان. بس يا ريتها تحس بيا وتعرف ان الكلام ده من روحي وكياني
كل يوم حول أحبك أحبك كلمة بقالي سنين عايز أقولها لك لكن ما كانش عندي شجاعة أقولها كنت خايف لا تصدقيني وتحطمي حبي الكبير الحب اللي عشت عليه طول عمري واللي عاش معايا كل لحظة من لحظات حياتي بحبك وهعيش طول عمري أحبك وأموت وأنا بحبك عم حسين أحبك أحبك يا عم حسين وأنا كمان بحبك يا ابني أنا اللي بحبك وهعيش طول عمري أحبك وأموت وأنا بحبك أحبك أحبك يا عم حسين أحبك 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 سلام عليكم سلام ده باين إنه شارب بالقرش كله كويس قوي وبعدين تتكلم ها وريني
كلمة بقالي سنين عايز أقولها لك، لكن ما كانش عندي الشجاعة أقولها. كنت خايف لأني صغير وأنت كبيرة، كنت حاسس بالفرق الهايل اللي بيني وبينك، وكل إحساسي ما يدفعني إني أقولك. أخاف لأملي يتحطم وأقول لنفسي أنا فين وأنت فين. أنت نجمة كبيرة لامعة في السماء، وأنا شيء ضئيل ماشي على الأرض. عشان كده ما كنتش بجرأ أقولك على اللي في قلبي، لكن دلوقتي وأنت جنبي وبين إيديا جاتلي الشجاعة إن أقولك بحبك، وهعيش طول عمري أحبك وأموت وأنا بحبك. إيه ده؟ الكلام ده موجود في الرواية؟ أبدا يا أستاذ. أمال إيه اللي بتقوله ده يا إبراهيم؟ بتألف حضرتك؟ أنا آسف يا أستاذ. راجع نص يا أستاذ وقول بحرارة أكتر من كده، اتفضل. بحبك، بحبك، كلمة بقالي سنين عايز أقولها لك، لكن ما كانش عندي الشجاعة أقولها، كنت خايف لا تصديني. ستوب! سكت يا أستاذ، مفيش حرارة، مفيش صدق، أنت بتمثل يا إبراهيم، ما تنفعش. تعال أنت يا بحلو. اسمك ايه؟ محسن سميده يا فندم. حافظ الدور ده؟ حافظه. مثله بدالك. يلا. بحبك، بحبك، كلمه بقالي سنين عاوز اقولها لك، لكن ما كانش عندي الشجاعه الكافيه ان اقولها. كنت خايف لا تصديني ولا تحسيش بحبك الكبير، الحب اللي عشت عليه طول عمري واللي عاش معايا كل لحظه من لحظات حياتي. بحبك. سامع الاداء يا ابراهيم؟ شايف الاحساس الطبيعي مش التمثيل؟ والله يا استاذ عاصم دي وجهه نظر. أنا شخصياً مؤمن بأن البساطة روح الفن، كل فن، الرسم، المزيكا، التمثيل، المفروض أن الممثل يؤدي دوره ببساطة وطبيعة زي ما بيحصل في الحياة تمام. إيه ده كله يا إبراهيم؟ ده أنت فيلسوف كبير قوي وإحنا ما نعرفش. والله يا أستاذ عاصم من غير ما تحاول تهزقني، أنا بقول رأيي. ما هو رأيك ده اللي مخليك هلفوت لحد دلوقتي. أستاذ سعيد. أفندم. اخصم للفن ده 5 أيام من ماهيته عشان يتعلم يحتفظ برأيه وبطل تبجح على أساتذته. متشكر قوي يا استاذ. اتفضل، مع السلامة. يلا برافا. يا صباح الخير، يا صباح الاخبار السارة السعيدة. اهلا وسهلا. ممكن نأجل البروفة النهاردة؟ ليه في ايه؟ لا ابدا، بس شايفاك عصبي شوية. عندك حق يا سوير. عن اذنك. اتفضل. مع السلامة. ايه خير؟ كل خير. شفت ازاي خايفة على اعصابي وعايزة تريحني؟ كده يبقى قربنا نوصل لأهم خبر في الموسم. ان شاء الله. بس انا ما اقدرش أكد لك الخبر. مسألة أصلا ما تخصنيش أنا لوحدي، يمكن تخص صغير أكتر مني، إنما أنا الليلة حوصل لنتيجة. طب بقول إيه؟ مش لازم نكون جنبك. لا لا، مفيش داعي، مفيش داعي خالص. مفيش داعي إزاي؟ ده أهم خبر في حياتي الصحفية كلها. ده معقول؟ أمال إذا ما كنتش بقول الكلام ده لسهير كان يبقى إيه؟ لازم أحبك، أحبك، هي دي الحرارة وهو ده الإخلاص. افتعال تكلف، لكن عنده حق، كلهم عندهم حق. أنا مكاني مش هنا، مكاني في المزيكا والألحان، إنما سوير. أنا بعتبر اللحظة دي من أسعد لحظات حياتي، لأننا لأول مرة بنقعد لوحدنا قريبين من بعض. لا انت بعيد عني ولا في حواجز تبعدني عنك. شعورك من ناحيتي انا حاسه بيه قوي، واحبك تعرف ان انا كمان ببدلك نفس الشعور ويمكن اكتر. ما تستغربش، أنا عارفة إنك بتحبني حب كبير، طويت قلبك عليه سنين، ودلوقتي عايزك تعرف إن أنا كمان بحبك، بحبك من أول مرة عينيك جت في عينيا، من سنين. دورك لحد
قلت لي في روايه جديده. ابراهيم، انا الاول مره بعبر عن شعور حقيقي عايش في قلبي وكياني كله. دي اول مره في حياتي ما بمثلش. مش معقول. كل العيون اللي حواليا لقيت نظرات اعجاب رغبه، لكن في عينيك انت لقيت نظرات الحب الحقيقي اللي كنت بتمناه طول عمري. ودلوقتي واحنا في البروفه عرفت ان قلبي ما كانش بيخدعني، وحسيت ان كل كلمه قلتها كانت من قلبك من روحك. يا رب. كان إحساسي بيك مش مجرد حب وبس، حاجة أعظم وأكتر من الحب. عباد. الله، أنت لسه هنا يا عبقري؟ إن شاء الله فرصة تانية ندي لك دور البطولة، ها؟ شكرا يا أستاذ، أنا كويس كده أوي. قول لي، أنت هتسهر فين الليلة بعد السواري؟ تحت أمرك، تحب نسهر فين؟ لا، أنا هروح على البيت على طول. الله. ليه كده؟ يمكن يجي لي ضيوف، جماعه قرايبي من البلد، وكمان عايزه استريح في البيت الليله دي. راحتك تهمنا كمان، انا حابب اتصل بيكي بالتليفون. ازيك؟ انا اسعد انسان في الدنيا. سلام عليكم. مساء الخير. مساء النور. الست موجودة؟ مين حضرتك؟ أنا إبراهيم فريد. أهلا وسهلا، اتفضل. شكر. مين ده؟ ده تلاقيكم برص الفرقة جايب لها حاجة. سهير. أهلا إبراهيم. اتفضل هنا. مالك؟ مش مصدق. ليه؟ علشان انا لما كنت بشوفك من بعيد او اشوف صورتك في الاعلان او المجلة كنت ببقى في منتهى السعادة، انما دلوقتي انا قاعد جنبك قريب منك مش قادر اصدق، مش قادر اصدق ان حلم حياتي يتحقق بالبساطه دي. ساعات الحقيقه بتبقى اجمل من الاحلام يا ابراهيم. يا ريتك صرحتني من زمان. كنت خايف، علشان كده عمري ما حاولت الفت نظرك ولا خليك تحس بحبي. كان كفايه عليا اشوفك من بعيد وانت بتتكلمي وانت بتمثلي. كنت بنادي عليك من بعيد واقول لك على اللي في قلبي من بعيد. لكن انا سمعتك من غير ما تتكلم وحسيت بحبك من غير ما تقول. نواف، ردي على التليفون، انا مش هنا. ميه ولا صودا؟ انا متشكر قوي، ما بشربش. طب بلاش. الو الو، مين يا اخويا؟ معجب، ازيك يا معجب؟
كنت عارفة ومتأكدة القلب عمره ما يكذب يا إبراهيم، بس كان في حاجة واحدة محيراني، يا ترى أصرحك أنا ولا استنى لما أنت تقولي؟ لكن المناقشة اللي حصلت بينك وبين عاصم النهاردة هزتني، ثقتك بنفسك وإيمانك بفنك خلوني أحس إني لازم أصرحك. لو كنت أعرف كده كنت اتناقشت مع عاصم من زمان. المناقشة دي كان لها فضل كبير قوي، لقيتك بتقول نفس الكلام اللي أنا مؤمنة بيه، ولقيتك زي ما أنت قريب من قلبي قريب من تفكيري. إبراهيم أنا حاسة أنك في يوم من الأيام هتبقى فنان كبير قوي. أنا قلت رأيي بسيط في الفن عموما، التمثيل ده عمره ما كان هدفي. على فكرة أنا درست الموسيقى وكان كل اتجاهي للموسيقى والغنى، اتولدت معاهم وكبرت معاهم. أبويا كان صوته حلو وكان عنده قهوة كده صغيرة على قد حاله، كان يجيب فيها ناس يقعدوا يضربوا موسيقى ويغنوا. وانت ما غنيتش ليه يا إبراهيم؟ والله أنا حاولت والجمهور كسفني، ما عرفش ليه. معلش يا إبراهيم، بكرة الفرصة تيجي تاني وتالت وربنا يوفقك. الو الو، عملت طيب؟ ما تتضايقش يا ابراهيم. لا ابدا، انت فنانه مشهوره والحاجات دي لازم تحصل غصب عنك. انا مقدر ظروفك. ظروفي كلها هتتغير من النهارده، هبتدي حياتي من جديد. انا كنت مضطره املى فراغ حياتي بالاصدقاء والسهرات كل ليله، ومع كل ده برضو كنت وحيده. جيت انت مليت علي حياتي امل وحب. انا من النهارده هعيش علشانك انت، انا اسعد واحده في الدنيا. لا، في واحد اسعد منك. الو الو، يا دي الليله الحبر. بقول لحضرتك زمانها نامت. ها يا تكلمها اجيب كونسلت وتيجي؟ لا لا لا، تكلمها احسن طبعا. امال ايه؟ ما تاخذنيش يا ست هاني، منير بيه مزرجن قوي. كلميه لحسن عايز يجي. الو ايوه يا منير. لا الحمد لله كويس قوي، متشكره. طبعا طبعا هشوفك قريب، مع السلامه. اسمع، تيجي نخرج من البيت المزعج ده؟ والله انا كنت لسه هقول لك لو ما كانش يضايقك. ديها واحده اجيب الاشاره. ازيك؟ ازيك يا فندم. وصل المذكور، استعد يا مصيبتي. قصدي يا مرحب. جرالك ايه؟ ابدا يا سيدي، ما جراش اي حاجه. جرى كل خير طبعا. الست خرجت. خرجت؟ ايوه، اصلها عيانه قوي، عندها سخونه، حرارتها مرتفعه خالص. يا بنتي اللي خرجت عيانه عندها سخونه، ايه اللخبطه دي؟ شغلتيني عليها؟ اوعى ما الناس تطمن عليها. يلا بينا. بس عاصم مش عايزه اشوف حد. يلا يلا، اقول لك تعالى من هنا احسن. تعالى من هنا. منين؟ هنا. اطلع يلا. يا دول ناس كتير قوي. ده منير وجايب كونسلته معاه. طب وايه العمل؟ ولا يهمك، خليهم يكشفوا عليه هو، يمكن ربنا يشفيه. تعالى. الله 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 الله، استعد. انده السواق يجيب العربيه يا ست. لا انا هركب مع البيه. ايه اللي بيحصل ده؟ رزقك في رجليك يا عم. يلا بينا. احمد ميرسي قوي يا استاذ، والاخبار الساره اللي انا مستنيها فارغ الصبر. هتوصلك في ميعادها يا استاذ، طول الليل امبارح وانا بكلم سوير في موضوعنا. كنت سهران معاه للصبح يا استاذ. يا سلام،
كانت ليلة من ليالي العمر، فتحت لي قلبها وصرحتني بكل حاجة. كده؟ طب ومستني ايه؟ طلع يا سيدي ان اللي كان مخليها مترددة انها خايفة لحسن بعد الجواز حب ليها يقل وعاطفة تبرد. يا سلام، بس ده بقى معناه يعني ان هي بتعبدك عبادة. اكتر شوية. يا معد بقى بلاش. يا فندي يا ابو قلب ميت. حصلتني وحصلت مصالح الشعب. استنى استنى يا اخي، لازم المنديل يعني. اه ده سلامة. عندك ابو خليل. نهارك ابيض يا معلم. نهارك عجالي ليه منع الفكة؟ معيش يا معلم. يا معلم ده مش وقته. طب اقلع البدلة دي يا حلو. خبر اسود يا معلم. طب واروح شغل بايه؟ طب هات البسكليتة دي بقى. بسكليتة؟ طب انا اروح شغل بايه؟ طب وانا اعمل لك ايه؟ حلها انت الزغلول يا معلم. ابراهيم زغلول، قصدي ابراهيم معذور. وانا كمان مخنوق الزغلول، ده انا محكوم عليا بغرامه مش قادر ادفعها، بشتغل بيها مصاريف يا سيدنا الافندي. بس انحل. يا ايه؟ شغله مصاريف بالفلوس اللي عليه. انت هتخمني؟ لا والله العظيم بتكلم باخلاص. شغله عندك في الدكان لغايه ما يسد اللي عليه. واجب، يلا نجري قدامي على الشغل. سيبوني. لكن دي مش اصولي يا جماعه، لو شغلي. فاتتني دي. طب اسمع يا معلم. ايه؟ خليه دلوقتي يروح شغله وبعدين يبقى يشتغل عندك في الدكان في اوقات الفراغ. فلفته مش عاوز، نجري قدامي على الشغل يلا. زغلول انت هتترزق هنا اهو، تمسك الدفاتر دي تضرب وتجمع وتطرح وتفرغ الحساب. يا معلم يا معلم اعمل معروف ما تقطعش عيش. مش احسن مقطع رقبتك؟ يا معلم اعفي عنه، مستقبل الفن بين يديه. فن ايه بتاع الاراجوز ده كمان؟ طيب على الاقل سيبه يوصلني وبعدين يبقى يرجع لي. ان كان مستغني عن عمره يعدي بره عدم الدكان. طب تسمح لي اتصل بالمسرح عشان اعتذر لهم. التليفون بيرشين فين؟ ابراهيم ما تحملش هم، انا هعتذر لك. هضرب لهم تليفون من النيابة. بتقول ايه؟ لا ولا حاجة، لينا رب. صباح الخير. اهلا وسهلا. صباح الخير. اهلا اهلا استاذتنا اشرقت الانوار، شغلتيني عليكي. رحت لك البيت امبارح قالوا انك خرجتي. اصل خرجت اشم شويه هوا. ان شاء الله تكوني استريحتي. انا فعلا استريحت قوي. ان شاء الله دايما. رومي اتاخر، لازم راحت علي نومه بعد سهره امبارح. الو انتوا تياترو؟ هنا نيابه السيده، خد اشاره عندك. نيابه السيده تبلغكم، اكتب نيابه السيده تبلغكم ان الاستاذ ابراهيم فريد يعتذر عن الحضور اليوم لمرضه. امضاء زغلول هدايه سكرتير اول نيابه السيده زينب، مرتب 11 جنيه و30 قرش. حب صادق عنيف، حب صادر من القلب، حب منزع عن الاغراض، حب يسبح بالجمال ويركع امام سحر العيون. بعد اذنك يا استاذ. ايه في ايه؟ الاستاذ ابراهيم فريد بيعتذر عن البروفه النهارده لانه عيان. وغفل، ازاي توقف البروفه عشان خبر تافه بالشكل ده؟ انا اسف يا استاذ. امشي اطلع بره. حاضر. ابراهيم فريد قال ايه يعني؟ ابراهيم فريد عيش في جو الرايه تاني ازاي؟ بس امر لله. يلا يا سوير. الله، في ايه يا سوير؟ تعبت وشايفك عصبي النهارده، ناجل البروفه لبكره. امرك. الغوا البروفه. رزقك في كليك. وراهم وراهم. 117 تليفيان. قول يا معلم. يعني ايه تليفيانتو؟ ده بعيد عن خشمك يا خفيف، ده اكل الزواج يا فقري. كتر خيرك يا معلم. وعليه ليك فلوس انت راخر؟ لا يا فندم، ده اصل الست سهير سمت معايا جت تزوره. الست سهير ذات نفسها جايه لحد هنا عشان تسال على ابراهيم. ايوه يا فندم. هو بيته فين اتفضل؟ بيته اللي في الوش ده، بس ده بيتي انا ملكي وهو ساكن عندي. طب كتر خيرك وشكرا.
عجبته لك يا زمان. اوعى يا بطل اوعى. عجبك كده؟ اتفضحنا وفتحتنا بقت بجلالك. السرير المخلع، الملايات المقطعة، الفرش اللي بقى لي سنة عايز انجده ومش عارف، البدلة اليتيمة اللي بدفع تمنها اشغال شقة. عرفت ليه ما كانش لازم تيجي هنا؟ عندك حق، هي حاجة تفطس من الضحك فعلا. ولا من علامات الاستفهام اللي هتسأل دايما.
ترى ابراهيم الغلبان عامل ايه مع سهير النجمه الكبيره؟ بيصرف عليها ازاي؟ منين؟ لا يا سهير، انت ما يرضكيش ان انا اكون مجرد جوزك وبس. انا احساسي عمره ما يغلط يا ابراهيم. انا زمان حسيت انك بتحبني واحساسي طلع صح، ودلوقتي انا مؤمنه انك فنان وانك هتكافح وهتوصل، وانا هكون فخوره بيك في وسط الناس كلها. اوعى يا واد انت وهو تلعبوا الكره هنا تاني عشان تكسروا الازاز وتبوظوا الحاره. حاضر. خد الحاره دلوقتي، بيخشها ناس عليهم القيمه. المعلم سلطان جزاك حتتنا، ولو اني يعني مش زبون عنده، انما دايما ما بينسانيش يموني بالتليبيانكو، وهو كمان صاحب البيت اللي انا ساكن فيه، عمره ما فكر يطالبني بالايجار مع اني مديون له باربع اشهر. الله، مالوش لزوم الكلام ده دلوقتي يا سيبولبو. انا اتشرفت قوي يا معلم. الله يشرف مقدارك يا ست هانم، زي ما شرفتينا ونورتينا وطولت رقبتنا، ده انت نورتي حتتنا. والله انت حقك ذبيحه وتتذبح تحت رجليك. خدت القول يا معلم. اهلا وسهلا يا 300 مرحبا. اهلا اهلا اهلا. وحضرتك يا ست عم الحاج محمود بقال حتتنا، الراجل الطيب اللي كل يوم الصبح يديني السندوتش المسلح، وايه بقى؟ ساعات شكوك وساعات لوجه الله. ما تقولش الكلام ده يا ابو خليل. ازاي بس؟ شرفت يا حاج. ده انت اللي شرفتينا ونورتينا. وانتوا كلكم اهلي وحبايبي، وزي ما ابراهيم ابنكم انا كمان حابه بنتكم. سلام عليكم. انت مستني يا ابراهيم؟ لا لسه يا سحنجوق. طب مش هتطلع معايا في السينما؟ ان شاء الله. يلا بينا يا معلم على الشغل. شغل ايه بقى؟ العفو والسماحة واستاذ الاساتذة، وده برضه شغل المهامة. ليه يا معلم؟ وانا كنت عليا ايه؟ ما انا برضه ابراهيم بتاع الاراجوز. ما تطمنيش بقى، ما كنتش عارف انك واد فاتك كده. يا معلم انا راجل على قد حالي. يلا بينا. يلا. عجبت لك يا زمن. انا مستغرب ازاي سهير تعمل كده. الروبرتاش جاهز يا فندم، والعنوان فضيحة الموسم الغرامية، منتظر موافقة سيادتك ونزله المطبعة فورا. مسألة مش بالبساطة اللي انت متصورها دي. ها؟ دي مسألة تتصل بمستقبل نجمة كبيرة. ايوه بس يا فندم. وانا رأيي ننتظر لحد ما اتصل بسهير. بس ده سبق صحفي يا فندم. اتفضل. والله العظيم سبق صحفي. اتفضل. مستقبلك. اهلا وسهلا استاذ عادل. اهلا اهلا. اولا يا ستي اهنيكي من كل قلبي على الاخبار السعيده اللي سمعتها. اخبار؟ اخبار ايه؟ اتفضل. اخبار الخطوبه والجواز. خطوبه ايه وجواز ايه؟ مين اللي قال لك الاخبار دي؟ اللي قال لي دول. لكن انا قلت مش معقول، دي لازم من روايه مسرحيه ولا فيلم سينما. لا يا استاذ، الصور دي حقيقيه. مش ممكن. هتتجوزي ابراهيم فريد؟ انا مش شايفه اي عيب انك تجوزه. ده كومبارس. لكن بيحبني. انت نجمه كبيره. لكن بحبه. يا سهير انت بتفكري بعواطفك، لازم تحكمي عقلك. انا عارفه اللي بعمله كويس. الحاله دي ابقى مضطر للنشر. كل اللي اطلبه منك انك تأجل الموضوع ده شويه. ما افتكرش ده ممكن، لان اذا اجلت انا غيري هينشر، ومش معقول اضيع من ايدي سبق صحفي كبير بالشكل ده. يبقى خلاص، اعمل اللي انت عايزه. مع السلامه. الله يسلمك.
مش معقول، مش ممكن. بقى سهير، سهير العقل الكاملة، سهير اللي بينضرب بيها المثل في الوسط الفني كله في الاستقامة، ترتكب جريمة بالشكل ده؟ هو الجواز جريمة؟ الجواز أشرف علاقة في الوجود. يا سهير، يا سهير، أنت بعونيتك دي بتهربي من معبد الفن، بتهربي من مجدك، من فنك. أنا بهرب من التمثيل للحقيقة. أنا آسف، ما كنتش متصور إنك ممكن تتجاهل جمهورك بالشكل ده. جمهورك له عليك حقوق يا سهير. كل واحد بيروح لك التياترو بيبقى عنده إحساس إنك ملكه، إنك حبيبته، إنك مراته. جوازك النهارده معناه خيانة للجمهور يا سهير. أنا واثقة من جمهوري كويس. الناس اللي حبوني وشجعوني ورفعوني للمجد لا يمكن يتدخلوا في حياتي الشخصية، مش ممكن يحرموني من حقي الطبيعي في اختيار شريك حياتي. أنا خايف عليكي قوي يا سهير. أنت خايف على الفرقة والإيرادات ومركزك المالي. ما تخافش، أنا مستعد أنسحب من الفرقة وألغي العقد. وتقدري برضو تشتغلي مع حد غير يا سهير؟ طبعا، أعمل فرقة أنا وإبراهيم وأنا متأكدة إن إحنا هننجح. تعملي فرقة أنت وإبراهيم؟ هي وصلت لحد كده يا سهير؟ وليه لا؟ إبراهيم. سهير، أهلا أستاذ عاصم. أهلا أستاذ إبراهيم، مبروك يا عريس. الله يبارك فيك. يا سهير، أنت عارفة إن اللي يسعدك يسعدني. مبروك من كل قلبي، ألف 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 مبروك. الله يبارك فيك. سهير، أنت قريت الجرائد؟ ولا يهمك، ما احنا كنا عاملين حساب كلنا. ولا يهمني ازاي، بس اذا كان ده رأي الصحافة اما رأي الجمهور هيبقى ايه؟ الجمهور، الجمهور لا يمكن يتخلى عنا. يا شيخ سيبك من كل ده، خلينا في المهم. احنا عايزين نعمل الفرح بسرعة. تليفون يا صغير. مين؟ واحد من المعجبين اللي بيسألوا عنه، بس ده مصمم يكلمك، مش عايز تسيب السماعه ابدا. مش قلت لك جالك كلامي؟ الو، اهلا وسهلا افندم. ليه كده؟ طيب، متشكره قوي. سهير، يلا بينا. على فين؟ نهرب، نهرب من التليفونات والصحفيين. اسمع، انا عزمك الليله دي على افتتاح فيلم جديد. ها رهيب. مقدرش انكر انكوا اديتوني مجدي وشهرتي، لكن انا كمان اديتكوا عمري، شبابي. عشانكم حافظت على سمعتي وكرامتي، وعشان اكون جديره بحبكم وتشجيعكم ليا، حرمت نفسي من الحريه اللي بيتمتع بيها كل الناس. ودلوقت كتير عليا لو تدوني حق طبيعي في الحياة، حق إن أحب وأتجوز وأعيش سعيدة زيكم كلكم. ألف مبروك يا ست زهير. ربنا يكمل بالخير، بس يا سيدي ما هتطلع. إيه يا سيدي، هتطلع.
لما يخلص فستان الفرح. بنت خطيرة، كسبت الجمهور في صفها ورجعت لها ثقتها في نفسها. الخطوة الجاية بقى انها ما تسألش فينا، خصوصا انها ما رضيتش تجدد العقد. انا عارف، يجوز كمان تعمل فرقة لابراهيم زي ما قالت له. وهنسكت لها؟ طبعا لا، لازم نشوف حل. فاصة اسمع، هات معاك الحاره كلها. دول عاملين هيصه وزينه ومصممين ان احنا بعد ما نخلص الحفله عندك نيجي هنا علشان يحتفلوا بينا. كلمني. ربنا يتمم بخير يا ست الكل. يا سلام، ايوه انا الحاج محمود البقال. الله، هو احنا عندنا كام ست سير هانم ولا عندنا كام بلبل؟ عقبال بكار يا ست هانم، والنبي تفرحينا، انا كيف الحجلاتي. النبي ما تحرمينا من انسك الا نادي يا ست الكل. يا سلام، النبي دي هتبقى ليله العمر كله. امال انا بص عزيز حلاق الاستاذ. امال. الو، ايوه انا جاي على طول حالا، ومعايا زغلول وست ثانية. ايوه السلام عليكم. جاي على طول. يتمم لك بالخير يا عروستنا. ميرسي. حذري فذري، مين اللي جاي لك؟ مين؟ واحده من طرف العريس. من طرف ابراهيم؟ اه خليها تتفضل. اتفضلي اتفضلي يا ريحه الحبايب. اهلا وسهلا. اهلا بيك يا ست سهير. أنا فهيم. اتفضلي اتفضلي. أنا فهيمة. فهيمة؟ حضرتك ما تعرفينيش، لكن أنا أعرفك كويس. أنا فهيمة مرات إبراهيم. إبراهيم مين؟ إبراهيم فريد، خطيب الست زهير. مش ممكن مش ممكن، انت كدابة كدابة. وهكدب عليك ليه يا ست؟ لكن مش معقول. ابراهيم ما قاليش انه متجوز. ابراهيم اتجوزني وهو لسه تلميذ في مدرسة المنصور، يعني بقالي على ذمته 7 سنين. 7 سنين؟ ايوه. هذه ورقة الجواز لأجلي ما تصدقيني. وثيقة عقد زواج في يوم السبت بحضوري وعن يدي أنا أمين حجازي مأذون البحر الجديد، تزوج المكلف إبراهيم فريد بالآنسة فهيمة سكر. أنا مش جاية أكرهك في إبراهيم، ده أنا جاية أوصيكي عليه. أنا ما عدتش أنفعه، أنا عياني بمرض ما فيش منه الشفاء، كلها شهرين ثلاثة وودع حياتي. كل الحكم هم اللي قالوا كده، علشان كده جيت اوصيكي عليه علشان اموت وانا مرتاح. اول ما سمعت انه خطبك قلت الحمد لله، ربي العوض صبره خير. اصلي تعبت كتير، امنتك امان، لم تجيبي له سيري انه يجي تهيني ولا تعرفي عني حاجه. حاضر اطمني، مش هيعرف حاجه ابدا ابدا. كتر الف خير، خليتك بعبني. انت عارف سوير ذكية جدا. ذكية؟ وهي نازلة فستان اسود.
ربنا يتمم بخير. مبروك يا سهير. ألف مبروك. مبروك يا عروسة. مبروك يا عروستنا. أنا آسف. آسف على إيه؟ آسف على اللي حصل. حاولت أمنعها ما قدرتش. أنت كمان عرفت. مبروك يا سهير. كلنا كنا عارفين. حاولنا بأي طريقة إننا نداري الموضوع ما أمكن. فهيمة كانت مصممة إنها تعرفك. كتر خيرك. العافية يا ست سهير. إحنا كل اللي يهمنا سعادتك أنت ومستقبلك أنت. الخوف كله كان من الصحافة وقوتها الجبارة. لكن اطمني. إحنا عملنا كل الاحتياطات عشان الموضوع ما يوصلش للصحافة. شكرا. ست سهير. أرجو إن المسألة دي ما تسببلكيش صدمة. أنت صحتك غالية علينا قوي. يستحسن تاخد المسألة ببساطة. تفتكر كده؟ والله لازم نواجه الحقيقة. لازم نعتبرها مسألة طبيعية إن الواحد يتجوز أكتر من واحدة. وإبراهيم في إيدنا. ممكن يخليه يطلقها و... أرجوك كفاية. مبروك يا عروستنا. وفرت مكان يا حبيبتي. سهير سهير أنت مش لابسة فستان الفرح ليه؟ إبراهيم أنا عايز أكلمك في موضوع مهم. لا هنا قدام الناس. الموضوع اللي أنت عايزة تتكلمي فيه أنا عارفة. صحيح عارفه. طبعا. طب وليه ما قلتليش يا إبراهيم؟ لو كنت استنيتي عليا دقيقة واحدة كنت قلتلك. كده؟ طب قول. أنت عايزة تقولي إننا لازم نكتب الكتاب بسرعة. أنا موافق لأن أنا مستعجل أكتر منك. إبراهيم أنا فكرت كويس وقررت إن علاقتنا لازم تنتهي. ما هتنتهي بالجواز؟ لا هتنتهي بإننا نبعد عن بعض. أنت راجل لسه بتبتدي حياتك لكن أنا خلاص وصلت. بصراحة ما أقدرش أضيع كل اللي بنيته لنفسي في لحظة طيش. طيش؟ أيوه. أنا طول عمري وأنا بقدر أسيطر على عواطفي وأدوس على قلبي علشان مركز البلد. مش معقولة أضيع مكانتي علشان جوازة بالشكل ده. سهير أنتِ أنا أول مرة بسمعك تتكلمي عن مكانتك ومركزك. الحاجات دي ما كان لهاش أي اعتبار في حبنا. أنا حبيتك أنت يا سهير. ما حبيتش مركزك. حبيت سهير الإنسانة مش سهير الفنانة المشهورة. سهير الإنسانة هي سهير الفنانة. أنا ما أقدرش أفصل شخصيتي عن نفسي. أنا دفعت حياتي وشبابي علشان أوصل للمجد ده. ما أقدرش أضحي بكفاح عمري بحاله علشان واحد كومبارس. كومبارس؟ أنت اللي بتقولي كده؟ فوق لنفسك يا إبراهيم. في فرق كبير قوي بيني وبينك. إبراهيم أنت كنت وسيلة من وسائل الدعاية. كل اللي قريته في الجرايد والمجلات واللي الناس رددوه كان دعاية لروايتي الجديدة. يعني كنت بتخدعيني الوقت ده كله؟ بتمثلي عليا؟ تقربيني منك وفي الوقت نفسه نازلة فيها طعلات؟ تقولي لي أنت أغلى حاجة عندي في الدنيا وأنا وسيلة رخيصة للدعاية؟ مش معقول. مش معقول ابدا تكوني فنانه. احفظ ادبك يا ابراهيم. احنا قضينا ايام جميله ولازم تنتهي نهايه جميله. طبعا زي نهايه الروايات اللي بتمثليها مش كده؟ تطعني عشيقك بالخنجر في ظهره والستاره تنزل. تمثيليه عظيمه من تمثيل النجمه الكبيره. ليه تعملي فيا كده؟ ليه تجيبي واحد كومبارس وتديله دور البطوله في روايه وهميه؟ بقالك 3 أشهر بتمثلي عليا. غشاشة. تسمح تخرج بقى يا أستاذ إبراهيم؟ طبعا لأن دوري خلص والستارة لازم تنزل. سقفوا يا بهوات سقفوا. خلص أهو يا سهير هانم. قبل ما أخرج لازم تعرفي إن لسه بدري قوي على الستارة ما تنزل. وحياتك يا سهير وحياة الحب اللي حبيتهولك وحياة كل كلمة حلوة قلتها لك لازم تندمي. لازم. Thank you.
انا مذهول ازاي سهير تعمل كده. متعرفش يا زغلول، انا اللي كنت عايش في وهم كبير زمان، كنت بقول لنفسي انا فين وسهير فين، لكن هي اللي جات لي يا زغلول، هي اللي قالت لي انا بحبك، مثلت عليا وخدعتني لغايه ما خلتني اصدق بمنتهى البساطه ان النجمه العظيمه الكبيره نزلت لمستوى الكومبارس اللي زيي. ما تقولش كده يا ابراهيم، انت مش اقل منها، كونك ما خدتش فرصتك لحد دلوقت دي مساله تانيه. المهم نويت على ايه؟ اسمع يا زغلول، انا حياتي في المزيكا، انا لازم اكافح واشق طريقي واثبت للست دي وللناس كلها ان انا مش صغير وان انا جدير باحسن منها الف مره. لازم يا زغلول لازم. لاول مره في حياتك بتتكلم كلام موزون. يا استاذ مش ممكن، ده انا زمان قلت اقدمه بغنوه صغيره كده سد خانة يعني وما نفعش، لكن البروجرام بتاعنا دلوقتي بقى مستواه كبير جدا، والاستاذ ما شاء الله عليه كده لا فن ولا سمعه. مالها سمعتي يا استاذ؟ وانت مالك ومال سمعته؟ هو جاي يطلب شغل ولا جاي يطلب القرب منك؟ يلا بينا يا زغلول. يلا يا استاذ. اذا سمحت ممكن تستنى بره 5 دقايق؟ ليه بقى؟ لو سمحت. انت باين عليك مش عارف ده مين. ده ابراهيم فريد. عارفه، وفضحته مع سهير من الاسباب اللي خلاني ارفض اشغله. بالعكس، دي لازم تخليك تشغله وانت ضامن النتيجه، تستغل الفضيحه واسم سهير في الدعايه، الاف الجماهير تحب تتفرج على القرد ابو زدير اللي كان لعبه سهير، على المغفل اللي اشترى الترماي. ابراهيم ابراهيم ابراهيم، كومبلي يا استاذ، كومبلي كومبلي، الكراسي المشايات والسقف كمان. ألف مبروك يا إبراهيم، ألف مبروك. الله، مالك؟ زغلول، أنا مش هغني. يا نهار أسود، ليه؟ الراجل صاحب المسرح ده انتهز فرصة انشغالنا في البروفات وبنى كل دعايته على مسائل شخصية رخيصة. إزاي؟ اتفضل شوف كاتب إيه. اخصى عليه، راجل مش تمام، لكن تفتكر يا ابراهيم هنعمل ايه في الناس اللي جايين يسمعوك؟ دول مش جايين يسمعوني يا زغلول، دول جايين يتفرجوا على الارجوز اللي كانت بتلعبه سهير، القرد ابو زديري. عندك حق، لكن تفتكر ان دي اسباب تخليك ما تغنيش؟ اسمع، انت لازم تغني وتغني وتثبت لهم العكس. ابراهيم، احنا متفقين انك تمشي في الطريق وتكسر كل العقبات، مش تزرجل من اول السكه. يلا يا ابراهيم، يلا. بعد لحظات سيقدم لكم مسرح الانوار مفاجاته الكبرى، المطرب ابراهيم فريد الذي كان حديث الصحف وابرز اخبارها، يقدم لكم اولى اغانيه، ابراهيم فريد. سمعنا سمعت الراح. ان انكر الاصوات. ما جبتهاش معاك تساعدك ليه؟ انت جاي تغني لنا ولا تغني علينا؟ على اللي حب ولا طال.
لنفسك يا سهير. احنا بالطريقه دي هنروح في داهيه. مش قادره، مش قادره اشتغل. يعني ايه بقى؟ نقفل؟ ما بعد اللي صرفناه ده كله ندفع المرتبات ونصرف على الدعايه. جايه حضرتك بكل بساطه تقولي مش قادره اشتغل؟ قلت لك مش هشتغل، مش هشتغل. مش بكيفك، دي مسؤوليه وفلوس ناس. مش كفايه نرجع 200 جنيه للجمهور النهارده؟ يعني يتخرب بيتنا ونضيع عشان خاطر الهلفوت اللي سابك وما سالش فيكي؟ اخلص، اوعى تجيب زينه ابراهيم على لسانك، اوعى كده اهو. طيب يا ست صغير، بخلي ابراهيم ينفعك. متوسم فيك النبوغ والعبقرية. شكرا. ولسه ده انت معجزة، معجزة يا أستاذ. بس يا خسارة، أيام ما كنا بنتعاون سوا ما كانش عندي الإمكانيات عشان أساهم في بناء مجدك، لكن ملحوقة، ملحوقة يا أستاذ إبراهيم. أنا هعمل لك مسرح غنائي مهول، هحط إيدي في إيدك وإلى الأمام إلى أعلى قمم المجد. قول لي يا أستاذ عاصم. تحت أمرك يا أستاذ. إزاي سهير؟ سهير، سهير ما بتشتغلش يا استاذ ابراهيم. مركون عرفها بقالها كتير قوي. سهير خلاص راحت عليها سكر وعدم اهتمام بالشغل. نتكلم في موضوعنا، مسرح غنائي على طراز عالمي نقدم فيه. استاذ عاصم، انا مع احترام رايك شايف ان كل خبرتك ومهارتك في الاخراج والتمثيل المسرحي، انا من رايي انك تتفرغ للمسرح وتحاول انك تستعين بسهير. سهير دي عبقريه لا يمكن تتعوض يا استاذ عاصم. استاذ ابراهيم، ده انت ما عندكش فكره. سهير بقت حاله ميؤوس منها، خلاص انتهت كانسانه وانتهت كفنانه كمان. استاذ عاصم، مش يمكن سهير مرت بظروف هي اللي وصلتها للحاله دي؟ ولو حاولت انك تساعدها يمكن تخرج من ازمتها دي وترجع تاني سهير الفنانه العظيمه. ايوه بس انا مش مستعد اجازف وادفع. تقدر تعتمد عليا في اي حاجه كده يعني. انا مستعد امول المشروع. عظيم، عظيم قوي. بس من فضلك انا مش عايز سهير تعرف ان انا ليا دخل في الموضوع ده على الاطلاق. كده قوي قوي. طب استاذن انا بقى. طب مع السلامه. شكرا. مع السلامه. لا والله انا عارف السكه لوحدي. سلام عليكم. مع السلامه. الو الو، انا سهير، انا سهير، انا سهير. كان عندي امل ان يكون ابراهيم، لكن خلاص ابراهيم نسينا. طيب
الاستاذ دغلول صحي؟ لا لسه مش لسه يا فندم. طب انا هطلع صحي وانت حضر له الفطار. حاضر. يا صلاة النبي يا صلاة النبي. اللهم صل على كامل النور. يلا
بين عليك العز يا اخويا، حريف في حريف يا اختي. عارفين بقى بعد ما كانت لنا الانبوبه دي اذا ما كسبناش دور الحواري نبقى عيال بصحيح. لو كان ابراهيم يدخلنا النادي الاهلي الزمالك يا واد. لا الاهلي، عشان ابراهيم اهلاوي يا حلي. ابراهيم زملكاوي. زملكاوي. ايه بس ايه في ايه؟ قول يا ابراهيم بذمتك انت زملكاوي؟ انت اهلاوي. زملكاوي يا ابراهيم. اهلاوي ابراهيم. زملكاوي. اهلاوي. اسكت انت، خليه يتكلم بصراحه. قول يا ابراهيم انت زملكاوي ولا اهلاوي؟ انا بقى يا سيدي انا زمهلكاوي. حلاوتك قاطعني من المطب يا حادي. قول بقى يا بلبل، انت مش هتتمرن عشان تلعب معانا؟ والله نفسي، لكن انا عندي شغل كتير واخد كل وقتي. انتوا مش هتشوفوا حفلة التلفزيون ولا ايه؟ لا امال ايه؟ قول يا بلبل يا اخويا، هم كل اللي بيشوفوك في التلفزيون والسيما عارفين انك من حتتنا؟ طبعا كل الناس، كل الخلق دي عارفين ان ابراهيم فريد ابن حارة السد. عاشت حارة السد. اتشرف بدارك. مش هتعمل فيلم جديد؟ الله، ما انا بشتغل فيه وان شاء الله هتشوفوه قريب. وسهير طالع معاك في الفيلم. هو دايما يا بلبل. ماشي يا رحتي، انت مش كنت هتتجوزها؟ استرجس بقى دايما يا حبيبي. ايوه استرجس يا دايما. عامل يا ابراهيم استرجس ليه يا جماعه؟ معلش يا اخويا اقعد بقى. يا بلبل يا اخلص يا اخي بلاش رمادة. ايه يا والله صلونا يا جماعه. والله يا اخي مش باين. انت بتضحك عليا ولا بتضحك على نفسك؟ قصدك ايه يا اخي؟ ما دام لسه بتحبها بالشكل ده مستني ايه؟ انت النهارده في وضع يخليك تقدر تكلمها وتتفاهم معاها. لا يا سلول، انا كرامتي فوق كل حاجه يا استاذ. الحب ما فيهش كرامه بقى. انت لو كنت مكاني وجرالك اللي جرالي كنت تقول الكلام ده؟ انا جرحت جرح كبير قوي يا زيلول قوي. طب يا اخي ما دام المساله بالشكل ده ليه ما تحاولش تنساه؟ امال انا بعمل ايه؟ بسافر من بلد لبلد ليه؟ بشتغل ليل ونهار عشان ايه؟ مش عشان انساها، ويا ريتني قادر. طب وبعدين؟ والعمل؟ ابدا، مفيش غير اني اشغل كل وقتي اكتر من كده عشان ما يبقاش عندي ولا دقيقه افكر فيها. يلا بينا يا زغلول. على فين؟ احنا مش عندنا بروف عشان التلفزيون، عشان حفله التلفزيون. يلا يلا. لعنه الله على الحب اللي بالشكل ده. انا مش عايز اعيش، مش عايز اعيش. ابراهيم هو كل حياتي. ليلى، ابراهيم هيغني لنا دي في التلفزيون. اوعي تفتحيه، مش عايزه اشوفه، مش عايزه اسمع صوته. دي نفسك يا سهير. حاضر حبيبتي حاضر. لكن هو وحشني اوي، عايزه اشوفه، عايزه اسمع صوته ولو من بعيد، ولو من بعيد. سهير سهير، انا اسف لكل اللي حصل مني. انا طول مده غيابي عنك وانا ضميري ما رحمنيش. سهير انا جاي اعرض عليك تشتغلي من جديد. اشتغل؟ ايوه. وفلوسك مش خايف عليها؟ مستعد اضحي باخر مليم عشان ترجع لمجدك تاني يا سهير. تشتغل ازاي يا استاذ عاصم وهي بالحاله دي؟ ما حاولنا قبل كده كتير. انا مستعد لكل الاحتمالات، انا مش ممكن استغنى عن عبقريه سهير ابدا. امثل؟ ايوه يا سهير. وابقى نجمه كبيره زي الاول؟ انت لسه في قمه نجدك يا سهير، هتشوفي بنفسك لما تشتغلي. ابراهيم، ابراهيم يحضر الافتتاح ان شاء الله، بس انت روقي نفسك وانا
هيحضر لك دعايه تهز الدنيا. سهير تعود الى المسرح والى جمهورها مساء الخميس. عن اذنك. ربنا معك يا سهير وحيوفقك. بقول لك ابراهيم هيغني في التلفزيون ومفتاح التلفزيون تواب بصراحه. ان انا مش هقدر اغني، انما بمناسبه تشريف الاستاذه سهير انا هغني غنوه عشانها. برافو برافو. صدقت اللي خدعوني وظلمت ابراهيم. انا غلطت، سامحوني. سامحك على ايه يا سهير؟ ما غلطتيش في حقنا. انا غلطت في حق ابراهيم، واللي يمس ابراهيم يمسكوا. يظهر ان انتوا كمان مش مصدقين ان انتوا كنت اخر امل ليا. معلش انا هرجع شغلي تاني واحاول اكسب. يا كبد يا بنت اخركم. مع السلامة يا اختي. مع السلامة. ربنا يخليك المية المجانين. سلام. كلام زي السود يا رجال. أبدا يا أستاذ، تصور ما يجيش 20 نفر في الصالة. 20 نفر بس اللي رايحين يتفرجوا على سهير؟ اسمع يا زغلول. نعم. أنا عايز المسرح ده يتملي بأي طريقة. يتملي بإيه؟ بالناس طبعا، يعني هيتملي بإيه؟
هتجيب الناس دول منين؟ من اي حته باي طريقه. خد كل الناس اللي تعرفهم يا زغلول. يا استاذ يا استاذ ما فضلتش غير ساعه على رفع الستاره. معلش يا زغلول علشان خاطري، انا عارف انك تقدر على كده. انا مش عايز سهير تحس لحظه انها فقدت واحد من جمهورها، عايزها تحس دايما انها لسه في قمه مجدها. علشان خاطري يا زغلول، علشان خاطري. والله انت تملي يا اخي. كيفك كل هول بامانه يا معلم. طلعتكم يا رجاله. ايوه بامانه يا معلم. مساء النور. 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 كل اللي عملته فيها قدام الناس يرضيكوا ان انا هين كرامتي مره تانية؟ والنبي يا ابني، البنيه مظلومه، انضحك عليها. جات لها واحده وقالت لها انها مراتك، ورت لها ورقه جوازكوا كمان. قدرت تضحك عليكوا وتقنعكوا انها كانت ضحيه، وان كل اللي عملته فيها ده كان لمجرد ان واحده راحت قالت لها انها مراتي. طب ما سالتنيش ليه؟ ما سالتكوش انتوا ليه؟ ما ترد يا معلم، ما تتكلم يا حاج محمود. سمعني، هي فين الواحدة اللي هتضحك على سهير للدرجة دي؟ أيوه أهو ده الكلام الجد. اسمع أبو خليل، إحنا جينا لك دلوقتي عشان نقول لك سهير ما ضحكتش علينا. ده إحنا تعبنا خالص على ما جبنا الدليل على إن سهير بريئة. كيفة؟ أيوه. طلع المستند الأول. راجل. أهي دي البت اللي عملت مراتك وشربت سهير المال. إيه يا جمالات؟ ايه لو قدامك الثلاثة؟ حاول الله يحاول. الأستاذ عاصم هو اللي عمل كده. وقبضت كام؟ 100 جنيه. ايه رأيك يا أستاذ؟ مش قادر أصدق، مش قادر أصدق إن سهير الفنانة العظيمة الذكية ممكن واحدة زي جمالات دي تضحك عليها. مش معقول يا معلم سلطان إن جمالات دي هي اللي تهدم الحب الكبير ده. ده مش هي لوحدها يا إبراهيم يا ابني. ده معاها زباين جهنم. اطلع بالمستند التاني يا معلم سلطان. اتفضل يا استاذ، قول يا مولانا اللي تعرفه عن الست دي. الذي اذكره ان هذه السيده واسمها على ما اذكر فهيمه، حضر الي ومعها شاب انيق اسمه والله اعلم ابراهيم، ومعهما اثنان من الشهود، وطلب مني عقد زواجهما، فزوجتهما وانا حسن النيه، ولم اكن اعلم انهما يدبران مقلبا، والله على ما اقول شهيد. استاذ عاصم يعمل كده ليه؟ ده راجل عاقل وسهير طول عمرها بتشتغل معاه. مش قادر اصدق انه ممكن يعمل حاجه بشكل كده، مش قادر. تعجبني يا بلبل. كيفه؟ ايوه يا معلم. اطلع بالمستند التالت. طيب. بس هات بقى شنطانة. تعرف الست دي؟ لا انا ما اعرفهاش. لكن انا اعرفك يا استاذ عاصم. اظن ما تعرفش الراجل الطيب ده كمان. لا انا ما اعرفوش. كلام ايه ده يا عريس؟ ايه مش عايز تهر؟ كيفة؟ ايه يا معلم. سكت. الله اكبر. بس انا بقول لك عايز اتكلم مع استاذ ابراهيم. انا عايز اتكلم مع استاذ ابراهيم قلت لك. سيبه يا معلم سلطان. بقول لك عايز اتكلم مع استاذ ابراهيم. سيبه يا معلم النبي. ايه عايز تقول ايه تاني يا استاذ عاصم؟ يا استاذ ابراهيم. نعم. انا هتكلم معاك بصراحه. انا عملت كده عشان خفت على مستقبل سهير الفني يتاثر بالجوازه دي. صدقني انا بدور على مصلحتك ومصلحتها. استنوني هنا يا جماعه. يا معلم ما تفرجوا عني بقى. عجايب. امال مين اللي هيكتب كتاب ابراهيم على سهير؟ طب وانا عاوزني في حاجه يا معلم؟ عجايب. امال مين اللي هيرقص الفرح؟ افتكر تسمحوا لي انا امشي بقى. عجايب. امال انا اذبح مين في الفرح؟ قول يا استاذ سيف، ليه يا رب تحكم عليا بكده؟ ليه يا رب تحكم عليا بكده؟ ليه تكتب عليا أشد عذاب وأكبر ألم؟ ساعة ساعة يا رب
تنسيش يا سوير، انت اعظم فنانه في الدنيا، انا حماسي معاكي، بحبك بحبك. كلمه بقالي سنين عايز اقولها لك، لكن ما كانش عندي الشجاعه اقولها، كنت خايف لا تصدين وتحطم حبي الكبير. بحبك بحبك، وحيش طول عمري احبك، واموت وانا بحبك.